الشوط الاولاني ناخذوا اسبقيه على مستوى النتيجه ومن الاخر نسهلوا الماتش على روحنا. اليوم شفت وضعيات اللاعبين دخلوا كما يلزم، عندنا 6 ولا 7 فرص في الشوط الاولاني كنا نجموا نسجلوهم. الاولاد على مستوى تخريج الكره على مستوى التحضير كانوا كما يلزم، على مستوى نهايه الهجمه كانت نقصتنا شويه. مالوريزمون ما كناش محظوظين خاصه نكملوا الشوط الاولاني واحنا منهزمين. نحب نقف على حاجه، رده فعل نتاع الرجال، رده فعل نتاع ديكاليور نتاع ناس هبطت تقاتل. كي دخلنا ما بين الشوطين تكلمنا على اساس اللي كانوا اذا ما نعملوش رياكسيون نتاع رياكسيون دوم، رياكسيون نتاع فيرتي نتاع اورجوي، خاطر مثل الاولاني هما اللي باش يكونوا اومينو سكور. الحمد لله الرجال جاوبوا، عملوا دوزيام ميتون محترمه برشا، ماهوش ساهل باش ترجع في النتيجه وتخلق 6 ولا 7 فرص وتسجل البونتو راه تسجل بالبيرسيفيرونس، دوزيام بيوت تسجل بالروح، تسجل بالفكر الجماعي، تسجل بالناس اللي دخلت عاونت المجموعه. نقول اعطيهم الصحه، ماهوش ساهل اللي عملوه في الايامات الاخرين. ان شاء الله الجايز هذا يكون افضل ان شاء الله. تعذبنا في سيمبا مع التحكيم، اليوم فما وضعيات في الدراء يمكن نشوف حاجه انا يلزمني باش نعاود نشوفه مره اخرى باش نجم نحكم عليه 100%. مي نصوف على المستوى الكل، لكن الحمد لله الجوار قاعدين يتحداو في كل شيء.